ديما من وجده مولات القرنينه والخرشوف مش منك يا قوقي يا جلبانه راكي مواكبه الخضره ديال الوقت والاناناس اييه تبارك الله عليك تبارك الله الكريمه شنو تقدمي لنا اليوم صباح الانوار بعدا صباح النور مرحبا الله يبارك فيك الالماس ميسيل وريضه الله يحفظك ذكر الله كريمه تحيه كبيره للاخ يقول للبنات تقلنا للناس المؤذيات نعم واحد الطلاقه مرحبا تفضلي اولا تاخذي عرس من الخرشف يعني راس راس الخرشف ما قالت اختي دنيا شنو قلت لك؟ راس 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 واحد 100 غرام من اللوبيا يعني فاصوليا ديك الخضراء دابا كريمه بلاتي راس ديال الخرشف واللوبيا الخضراء بجوج بهم هذه سلطه 100 غرام من الفاصوليا يعني الخضراء نعم اللوبيا الخضراء معروفه لاليكو و 50 غرام وي 50 غرام من الفاصوليا البيضاء كتعصرها خاصها تكون مقنعه يعني بيتها في البيته في الماء مرطبه 100 غرام نقعوها في الماء هي نرطبوها نرطبوها 100 غرام ديال البانا وزيت حبات جزر نعم وزيتون اسود واخضر لا بغيت نزيدو حتى الاحمر كريمه واش كتقراي هذا الشيء حيت كنتي تحشمانه تقولي هي تربي انا كنتقيد حيت كتقولي يلا تفضلي والخس نعم والمايونيز والزبيبه والبابا والزبيبات وخلينا نزيدو جوج بيضات نعم هذاك التيام يعني نعم اولا نكسرو هذا التيام ونصيبو ونسلقوه كل حاجه على حده الخرشوش هو نسلقوه اييه الخسلة هذا كيتفرق بيان سور بيان سور هذا كيتكسل وبالثاني هذا الشيء كامل يعني كيفاش يتسلق ويتكثر على حيدة خاصك تعملي هذاك تعملي يعني في الصحن تاع التقديم وديري في الاول الخبز صايبه يعني عرفتي دير وديك هذاك الميلونج تاع هذيك الخضر هذاك الشيء وديري قليل من زيت الزيتون والمايونيز والصحة والراحة تبارك الله عليك الزيتون وخاصنا الصراحه نجربوا هاد السلطه هادي خرشوف مولفيني كنخضروا به كيعملوها نعم نعم كنتمناو بان هاد السلطه هادي يجربوها السيدات ديالنا